والآن سنلقي الضوء على قدرات الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية. أيضاً فيلق ممكن بالذكاء الاصطناعي في الجيش الأمريكي، هدف شارف البنتاغون على تحقيقه من خلال نظام ميفن سمارت. الفيلق 18 المحمول جواً والتابع للجيش استخدم سلسلة تدريبات تسمى سكارلت دراغون لتطوير هذا النظام عبر استخدام صور الأقمار الصناعية التجارية وأيضاً خوارزميات. فالنظام الجديد هو مزيج من أجهزة استشعار كما نتابعها ورادارات وبرامج ذكية تتيح للمستخدمين تقييم مساحة المعركة بسرعة وأيضاً جمع البيانات وتحليلها لتحديد الأهداف وضربها بسرعة أكبر ودقة أكبر أيضاً. جمع البيانات يتم من مجموعة واسعة من المصادر، بينها قواعد البيانات الاستخباراتية والأقمار الصناعية وأيضاً البيانات المتاحة للجمهور مثل الوسائط الاجتماعية. هذا النظام ماذا يفعل؟ يسمح لفرق الجيش الصغيرة بتمرير الهدف الرقمي بأقل من دقيقة عوضاً عن 12 ساعة، وبالتالي ضرب نحو 1000 هدف كما نتابع هنا في الساعة، وبالتالي يتيح الاستغناء عن عملية إطلاق يدوية قد تشوبها الأخطاء من جمع البيانات إلى معالجتها وطلب الإذن وأيضاً مطابقة الذخائر. من المتوقع أيضاً أن يظهر النظام، بل يظهر النظام الأول مرة على نطاق واسع خلال مناورة قيادة عسكرية أمريكية يابانية في المحيط الهادئ أواخر عام 2026.